السيد الرئيس بشار السبب الحضور مدير المهرجان، اتمنى لك ولفريقك التوفيق في هذه النسخه. فقط ما نحتاجش المهرجان باش ندوي عليه وما نحتاجش ندوي فيه. انا ندوي الشهاده باعتبار انه كنحضروا مجموعه ديال المهرجانات. كان تحلنا فرصه في تلك المهرجان، تلك المهرجانات معروفه بالمهرجان ديالها. واهم من يظن بانه المهرجان تقام على تان مهرجانات التسويق وما حوجا بعض المدن للتسويق. فكر راقي انهم من كنطلعوا على هذا البرنامج بنقولها بالدارجه يعني بتان غريز انه خطوة حريفيه، علاش؟ انه في مجموعه من الفقرات اللي توضعت بشكل مواطن وبرنامج مواطن اللي كيخليني ديما كنت متاسف ديما خطر كنقول له ودي علاش ما نقدموش التيفيت على مهرجان تيما معينا، علاش؟ لان هذا هو اللي غادي يعطيها الفرصه العالميه بزاف ديال الحوايج بحال الاجتماع على الفرصه يعني لو كاين في الناحيه نشوفوا شي حاجه اللي التيفيت. زيد على ذلك حتى فاش قلنا كنت كلوتيني من غادي نستحكي من رشيد انا كنا كنحضروا المؤتمر الرابع للمغرب المسرحي المغاربه واش غادي تسموه تلفزيون ومع اللي ما غادي يكون في الامريكا كلشي غادي يجي حتى ما عرفتش باش نكون واضح. السيد باشا هو اللي يهضر كيقول بانه المجموعه غادي تدور على جوج راه على ما اعتقد غادي تدور على ثلاثه هي المجموعه اللي يكون نسات ما بالك داكشي اللي غادي يجي، علاش؟ لان الجمهور المهرجان هذا ما نحتاجش لا سي ارشاد ولا الاخوان ديال تيفيت اللي كنعرفوهم خوتنا اننا نلوحوا عليهم الورد، معروف الخدمه ديالهم الخدمه ديال المحليه حتى في الغابيت مهرجان دو ا زد زيرو فوت حتى زيرو اللي كيكونوا ما كيعرفوهم الا الحريف بما ان الجمهور كتكون لا حاجه 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 كنقول لك بانه انا ولد البلاد ولد المنطقه. لما كنا بدينا المهرجان ديال صغيره ديال قلاوه كنا جنا بسيطه ودرنا غير نشاط في ديك الساحه اللي حدا المقصر، فاذا به تزاد مع واحد البورطاج كدير دوزان منين جات وشافت ديك الحفله البسيطه ديال قلاوه قال لك نعاود نصور. دابا ولاو وصل ملي كتشوفوا انا في التلفازه كنعين كتدمع لان كتقول واحد الذين في التلفاز هنا كنشوف الرجال والنساء ديال تيفلت كيبنيو شي حاجه. وحضرت الجمهور ديال الساحه حضرت على الثقل ديال 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 نقدر نحيد الكاسكيت ديال الاداره ونقول بانه ملي كتكون في الساحه ديال التفريضه والساحه اللي كان فيها الظروف لكن رغم الاختلافات ديال التنظيم السياسي في المواقع كنشوف كلشي كيف كلشي الناس في الرابطه يعني سي عبد الصمد دار شي دار معجزه. نجي للجانب الاداري احنا بالنسبه لنا كيبان لي بانه هذيك الثانويه ديال الجوهره الداخليه ديالها غادي نعطيوها لكم وعندي مقترح اخر يعني تحسوا بلي اللي راه في المهرجانات كتحتاج الايواء في اي اصلا اخر وحده كتحتاج الناس فيه يعني انه ما كانش مع اللجنه المنظمه ولا الجانب من فرد الايواء نقدروا نزيدوا ناكسوا بعض الحجرات يعني نجيبوا لان دابا ما كيقراوش يعني عندنا داخليات نجيبوا الاثاث ولكن عندنا اللي يجي فيها ما خدمش واللي كاين اللي كيفكرهم كيدير تستوعبتهم يعني نجيبوا ذاك الاثاث ونحطوه هنايا تحسوا بانه اللي نحتاجوا راه الطاولات كاين. زيد على ذلك هو انه السيكيورتي ولي فوند ميناج كلهم يعني في المواقع اللي غادي يكونوا بالتجربه غادي يكونوا ديسبونيل يعني راه الاشاره كان هو يعني كيف ما هو يكون وصل كان جاب اهل اخوات سعيده اللي غادي يباتوا او لا من المشاركين. على ما اعتقد انه هذه اللي بنت لي انا واللي كيكون فيها اشكال في المهرجانات اي حاجه اخرى احنا مستعدين ليها. وشكرا.